الكلام قولوا سنستمر. النهاردة الذي يبلغ 60 سنة هنعمل شريحة إنسان، هناخد شريحة من البشر، رجل وصل سنه إلى 60 سنة ونعمل دراسة جدوى لحياة هذا الإنسان عشان نشوف هل فعلا يستحق الإنسان أن يعيش هذا العمر القصير ثم يساق بعدها إلى النار. عن كم سنة يحاسب الإنسان الذي يموت وهو ابن 60 سنة؟ طبعا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، حتى يبرأ من جنونه يعني. طيب، يولد الإنسان لا يؤاخذ على شيء من تصرفاته إلى أن يبلغ سنه كام؟ هنقول 12 سنة مثلا، مظنة البلوغ 12 سنة، ممكن يبلغ قبل ذلك، ممكن يبلغ بعد ذلك 12 سنة. آدي 12 سنة طارت من جملة 60 لا يؤاخذ المرء عليها يوم القيامة. طيب، بينام 8 ساعات في اليوم، في 60 ب 20 سنة، يبقى آدي 20 سنة مع 12 سنة، آدي 32 سنة، فاضل له كم سنة بقى؟ 28 سنة. ممكن يتأخر بلوغه يبقى 15 سنة، تقل المدة. ممكن تطول فترة نومه برضو يبقى العدد بيقل. ممكن يمرض يغيب عدة سنوات، مريض ملازم للفراش. يعني احنا عايزين نقول في النهاية ممكن يكون صافي عمر إنسان سنه 60 سنة 25 عاما، تأبيدة 25 سنة، ده العمر الفعلي الذي يؤاخذ المرء عنه يوم القيامة. مش ده ابن 60 سنة، ممكن لو ابن 70 سنة المسألة بالطول، لكن قصارها كام يعني؟ قصارى أقصى حاجة ممكن يعيشها الإنسان هيعيش 100 سنة مثلا، ممكن تلاقي هيحاسب عن 50 عاما فقط، 50 عاما ثم يموت المرء بعدها. كم سنة يلبث تحت التراب؟ جيفة عظم، الله أعلم، مئات السنين، ألوف السنين، الله أعلم. أين القبور من عهد عاد؟ قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أديم هذه الأرض التي نمشي عليها هي في الأصل مقبرة، كل مكان في الأرض مقبرة، مات أناس قبلنا في الأمم السابقة وصار أديم الأرض من هذه الأجساد. طيب، بعد ما الإنسان يخرج من قبره إلى يوم الحساب، في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة واقف على رجله استنى دوره في الحساب، ويرى الصحف تتطاير، وناس يساقون إلى الجنة وناس يساقون إلى النار، وهو لا يدري أين يذهب، أفئدتهم هواء، ما فيش قلب، بني آدم ما فيش قلب. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة رضي الله عنها يوما أن الناس يبعثون يوم القيامة عرايا، فقالت يا رسول الله كيف بنظر الرجال النساء والنساء إلى الرجال؟ فقال يا عائشة لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه. أنت في الدنيا لما تكون مهموما لا ترى أمامك، ساعات تبقى مسلط بصرك على موضع معين في الحائط أو في السقف وأنت لا ترى، ويكلموك وأنت مش سامع لحد ما يهزوك، واحد يهزك من كتفك كده فتفاجئ انه بيكلمك ايه، بتقول حاجه، طب انت كنت فين، اين ذهب سمعك، من استغراق القلب في الانشغال بالفكره لم يعد للعضو قيمه. تعرف العزيمه كلها تجتمع في القلب والاراده تجتمع في القلب، اذا صدع القلب لا يكون لجارحه قيمه،
زي ما انا مثلت قبل ذلك، قلت لك في انسان ممكن يكون بتاع كمال اجسام وعضلات والكلام ده، ويكون له انسان عزيز، ابنه الوحيد مات، ابوه مات، امه ماتت، اخوه مات، اي حد من اللي هم يعزوا عليه جدا يعني، اول ما يقولوا له فلان مات يقع من طوله ويغمى عليه. ايه السبب يا ترى؟ لما استغرق الحزن جهد القلب لم يعد للجارحة قوة. عشان كده كنا بننبه كثيرا ان مسألة القلب هذه مسألة في غاية الأهمية، اهتمام بالقلب، واذا استغرق القلب في الفكرة زي ما بقول لك ايه الجوارح ما بقالهاش قيمة. فالنهاردة لما نيجي نشوف انسان واقف يقف يوم القيامة ولا يدري أين مصيره وإلى أين يذهب فلا يرى شيئا، فخلينا ناخد شريحة من البني أدمين اللي عايشين في الدنيا بالطول والعرض ولا يتذكرون الموت أبدا. والله أنا بعذر الناس اللي عايشين في القاهرة والمدن الكبرى، أنا لما باجي القاهرة بنسى أن أنا هموت. لما بتمشي بس في شارع القاهرة وفي الزحمة والكلام ده أو في المدن الكبرى في العالم تفتكر الموت إزاي يعني؟ ده الموت ده عايز تقف، تقف شوية تقف، لكن في هذه المدن الكل بيجري لا أحد يلوي على شيء. فالإنسان الشريحة اللي ناخدها من البني آدمين دي، بني آدم رزق صحة ورزق مالا ورزق جاها وموقر ومعظم وعايش حياته بالطول والعرض. يعني أديكم شايفين مثلا من كل يوم بتقرأوا في الجرائد حكايات حاجات مستفزة، حاجات مستفزة. واحد يعمل فرح ينفق في يوم الفرح 50 مليون جنيه. أنا عايز أفهم إزاي يعني، إزاي 50 مليون جنيه، 9 مليون دولار ده عشان إيه بقى؟ يعني لما يقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة ويتسأل الأربع أسئلة اللي لازم يتسألهم كل بني آدم، يسأل عن عمره فيما أبلاه، ويسأل عن شبابه، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أبي ذر قال الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا أنفق. يعني المكثرون اللي يقول لك أنا عندي كم مليار، الذين يتكثرون بالمال هم الأقلون يوم القيامة إلا من أنفق ذات اليمين وذات الشمال وعلم أنه مستخلف في هذا المال وأن هذا المال هو مال الله عز وجل أعطاه هذا العبد لينظر إلى بقية العباد الذين حرموا من هذا المال لحكمة الله البالغة سبحانه وتعالى، وينظر هل أنفق عليهم، هل عطف عليهم، هل شكر نعمة الله عز وجل بأن أعطاه هذا المال وحرم منه آخرين إلى آخره. فكل بني آدم حيسأل هذه الأسئلة. النهاردة لما يقف الإنسان أمام الله عز وجل، وحنفترض يعني أنا طبعا لا أقصد الإنسان اللي عمل القصة دي بأن هو حيكون يوم القيامة، دي مسألة محجوبة خواتيم، لكن أنا أقصد إنسان عايش حياته بالطول والعرض وعاش 100 سنة كمان، هيأخذ عن 50 سنة. أنا عايزه بمنطق التجار يمسك القلم والورقة كده زي ما بيحسبها بالمليم في أي صفقة تجارية، يحسب حياته. رأس المال، أغلى رأس مال في الدنيا العمر، عمر الإنسان أغلى رأس مال في الدنيا، وأنا عايز أعرف هو بعزق رأس المال ده وأهدره ولا استثمره استثمارا صحيحا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطر الكلام قولوا سنسمع يا